السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الأرض فيها كما تشوفوا راها للبيع، فيها تقريبا قطار و36 لار. قطار جاية مجموعة كما راكم تشوفوا هنايا، فيها التشين كامل، فيها الكليمونتين وداير لها الرمان وداير لها حتى السور. راكم تشوفوا كما غادي تشوفوا راه السور داير لها الجنب كامل على هذه الأرض هذه اللي فيها قطار و36 لار، ولكن قطار جاي بوحده و36 لار راه جاي خارج اونفاس لها، اونفاس لواحد الطريق تما على الطريق، واحد 36 جات خارج على الطريق، وهذه راه جات على الطريق القطار جايه على الطريق، وتقريبا راه حداها المسجد وكل شيء، وفيها البير ديالها، مع البير ديالها كما غادي تشوفوا هنايا راه فيها حتى البير ديالها. المهم هذه فيها قطار و36 لار زائد البير اللي راه فيها، ودير لها السور وعامره بالكليمونتين، واللي كان معني بالامر ولا غادي يلقى الرقم تحت لها تحت الفيديو ان شاء الله، ويتصل ويتفاوض مع مولاها. والثمن كما غادي تشوفوه تحت الفيديو، مولاها راه طالب 62 مليون اللي راه طالب فيها قطار و36 لار زائد البير. السلام عليكم. Thank you.